طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. وطن مالي الكهرباء، اعطيني وطن، اعطيني وطن محترم، جنسيتي صارت اسوأ ثاني جنسية بالعالم، اعطيني وطن كشمالي منك، ولك اعطيني العراق، ولك العراق سيد العرب، العراق مخ العرب، هسه العراق صار جوار رجلين، بصوت الله وصوت الجماعة، أهل الخدمة الجهادية. دول الخريجين هم تباعوا لهم. احنا عمرنا ما بعد، انا عمري 53 نعلتنا مع الشريط بيهم، اذا ما يضربنا طلقه للسني هون برجلي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. في البدايه ننوه الى ان قناه الرافدين تعرضت الى تشويش من قبل او بتداخل صوتي من قبل اذاعه عراقيه، وقامت شركة النايل سات بالتغلب على المشكلة وعاد البث بشكل طبيعي. ولمشاهدي القناة الكرام، لمن لا يعمل لديهم التردد الحالي أو ما زال عليه تشويش، يرجى اتباع ما يلي: أولا، حذف القناة من لائحة القنوات. ثانيا، إعادة بحث نفس التردد 12380 أفقي، وستعمل لديه القناة بشكل طبيعي صورة وصوتا. تعرض بث قناة الرافدين إلى تشويش بتداخل صوتي من قبل إذاعة عراقية، وقامت شركة النايل سات بالتغلب على المشكلة وعاد البث بشكل طبيعي. ولمشاهدي القناة الكرام، لمن لا يعمل لديهم التردد الحالي أو ما زال عليه تشويش، يرجى اتباع ما يلي: أولا، حذف القناة من لائحة القنوات. إعادة بحث نفس التردد 12380 أفقي، وستعمل لديه القناة بشكل طبيعي صورة وصوتا. نبدأ موضوع هذه الحلقة باعتداء ضابط شرطة على جيرانه. هذا الشرطي نقيب بالشرطة، طبعا بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ابن الصغير متعارك مع ابن الجيران. بسبب هذه العركة طلع الأب وبدأ يطلق العيارات النارية باتجاه جيرانه، ومن ثم قام أحد أولاده ب يعني ضرب سيارة الجيران بأنبوب ماء أو بعصاية، كانت صورة الفيديو غير واضحة. نشوف الفيديو، نشوف الفيديو سوية ونرجع نتكلم على هذا الموضوع. نعم، شفنا الفيديو. طبعا بحسب مواقع التواصل الاجتماعي، جاء في شبكة شكو ماكو يقول: مناشدة إلى وزير الداخلية قاسم الأعرجي، أمامكم في التسجيل النقيب، ذكر اسمه، النقيب اسمه قاسم محمد نعمان فوج طوارئ بغداد، ابن تعارك مع ابن جيرانه في عمر الابتدائية، وبسبب هذه العركة النقيب الآن يريد أن يفصل جيرانه، واليوم يعتدي على الجيران بإطلاق الرصاص الحي وتدمير السيارة. ذكر العنوان، العنوان الدار في بغداد الجديدة، المشتل، محل 729 زقاق 19 دار 11، في بغداد الجديدة المشتل، محل 729 زقاق 19 دار 11. يقول: إلى وزير الداخلية التدخل فورا لإنقاذ هذه العائلة من هذا الشخص.
هذا الشخص كذلك بنفس الصفحة تم تداول صورة له بحسب هذه الصفحة، وهو النقيب قاسم محمد نعماني اللي شفناه يقوم بإطلاق الرصاص الحي، وبعد ما خلص الشاجور الأول ابنه محضر له الشاجور الثاني ما شاء الله، وهذا نقيب في الشرطة حط الشاجور الثاني وبدأ يطلق النار على الجيران مرة أخرى. خلونا نشوف صورته بحسب ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. يدعى النقيب قاسم محمد نعمان فوج طوارئ بغداد، هذا صورته اللي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نعم طبعا انتشرت تعليقات وتغريدات حول هذا الموضوع، نقرأ أبرز هذه التعليقات. خلونا نأخذ اتصال معنا أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يحفظك ويعافيك. حياك. أخي هذه المظاهرات هي كلها يعني ما راح يسوون لهم شيء أبد. يعني أريد نسمع قبل ما على المظاهرات، شفت أنت الفيديو مال هذا النقيب في الشرطة يطلق الرصاص على الجيران؟ ابنه الصغير متعارك مع ابن الجيران، صايرة مشكلة، وهذا ردة فعله، هذا ضابط شرطة نقيب في الداخلية. ده شوفه هسه أنت على الشاشة ايش يصير. شنو تعليقك عليه؟ أي أشوفه هسه. نعم. التعليق هذا يعني رجل مو مسؤول، مو بوعية، يعني ما يعرف شنو يعني واجبك كضابط كإنسان، يعني مجرد فاقد الأهلية، يعني فاقد عقله، يعني شنو رسالة بطل فيلم اعتدي على الناس من وراء أطفال؟ فهذول كلهم ما يعني ما عندهم وعي أبد، لا يعرفون أصلا يعني شنو يعني الإنسانية، شنو البشرية، شنو مو بشر هذا، يعني بصرف هذا شنو بشر؟ مستحيل. نعم زين، يعني إذا ضابط بالشرطة يتصرف هذا التصرف بسبب عركة أطفال، لعد الإنسان العادي شو يسوي؟ لا كارثة. احنا والله العظيم يا أخي عمر، يعني احنا بلد كارثة، يعني كارثة. يعني فضل الأمريكان اللي جابوا الحثالات هذول يحكموا العراق، مع الأسف والله. وهذا متأكد هذا مو عراقي 100% مو عراقي. نعم أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أيوة السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمح لي أولا أترحم على أرواح الشهداء، الله يرحمكم ويحسن إليكم. المجد والخلود والعزة والشرف لكل شهيد بطل بيدافع عن وطنه وبيحرره من الاستعمار ومن التنظيمات والميليشيات والخزي والعار والندامة. وندعو الله عز وجل بالشفاء لإخواتنا الجرحى، والإفراج لإخواتنا الأسرى، والإفراج للوطن كله الأسير في إيد الميليشيات وإيد التنظيمات وإيد الاستعمار المدمر للحضارة وللإنسانية. أما يا سيدي بالنسبة للفيديو المتداول لما يسمى ضابط الشرطة، ده مش ضابط شرطة يا سيدي، ده مجرد ميليشياوي تابع، مخه معزول عن جسمه، ما عندوش عقل ولا مخ. ونتيجة الفوضى، نتيجة إن نلاقي كل عصابات في عصابات في عصابات، فهتنتظر إيه؟ هتنتظر إيه من دولة محتلة؟ هتنتظر إيه من دولة ثرواتها منهوبة؟ هتنتظر إيه من شعب بيموت ليل ونهار بدون مساءلة وبدون محاسبة؟ هتنتظر إيه من 4,500,000 طفل مشرد في الشوارع نقلا عن لسان قناة التغيير المنافقة الضلالية المتلونة اللي واقفة ضد الشعب وضد إرادته؟ يا سيدي انت عندك وطن متدمر، انت ما عادش عندك دولة، انت عندك هيكل عظمي لدولة، لدولة كانت من اعظم الدول في العالم في كل شيء، في كل شيء، في القيم، في المبادئ، في الانسانية، في العدالة، في العزة، في الشرف، ومازالت هي صنع العزة والشرف والقيم. واسمح لي نطالب كل أمة عراقية، أم العزيزة اخرجي إلى الشارع وادي الزخم الثوري للثورة، خذي أبنائك في إيدك وانزلي، انزلي حرري وطنك. انت اللي شفت المرار، انت اللي شلت الغلب كله، انت ام الشهيد، انت ام الجريح، انت ام الاسير، انت اللي المدرسه اللي بتخرج العالم والاستاذ. اخرجي يا امي، خدي بناتك وابنائك الصغار واخرجي انت الزخم الثوري للثوره عشان العمل يشوفه، عشان حكام الخليج اللي عاوزين يبعثوا المولدات. واسمح لي نبعت رساله لرئيس الكويت ولا شيخ الكويت، انت اشمعنى دلوقتي بتبعت مولدات يا اخويا؟ خليك في حالك، الشعب العراقي عايز منك مولدات ولا عايز منك مساعدة؟ فانت راجل كبرت في السن، عيب، انت من دور والدنا وما يصحش نغلطه فيك. خليك في حالك، الشعب العراقي مش عايز مولداتك،
خليك في حالك، ابعد عن الشعب العراقي، الشعب العراقي عارف مصيره كويس، الشعب العراقي خارج يحرر وطنه، خارج يستقل، خارج يرفع الظلم، خارج يدفن الفتن تحت الارض، احنا شعوب طيبه، ابعدوا عننا، حكام الخليج ابعدوا عننا، سيبونا في حالنا، خليكم في حالكم، خلي هنيئا لكم شعوبكم وترامب وضد ترامب، ابعدوا عشان اقسم بالله لو فتحنا لا هنخربوها عليكم، دموا نفسكم عن العراق وتركيا، يا سعد الشعب العراقي تبعده، جيبوا الشعب العراقي يحرر مصيره ويحرر الوطن، الشعب الحربي، الشعب المحارب البطل، تحياتنا، حبنا، فخرنا، مستمرين، حتى لو مت هنموت رافعين روسنا، رافعين روسنا، يعيش الشعب العراقي البطل، عاش العراق حر، سيد الأمة، قائد الأمة غصب عن أي كلب، وشكرا لحضرتك. شكرا مصطفى السيد من مصر كان معنا، خلونا نقرأ أبرز التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا ما عندنا اتصال، في اتصال؟ ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير عمر. اهلا وسهلا بك. تحيه لك يا عمر وتحيه قناه الرافدين، تحيه كاتر القناه، تحيه للاخوان المتصلين. اهلا بك. يا هلا وتحيه للشعب العراقي على راسهم هيئه علماء المسلمين. ونأيد الشعب العراقي بانتفاضته وانتفاضه. هذه الحكومه لا يفيد بها سلميه مره. هذا الشعب العراقي ان ينهض ويعيد كرامته احسن من السكوت على هذا النظام لا نهايه له، اذا سكت الشعب العراقي سوف يكون اسوء. اما بالنسبه لقضيه النقيبه هذا لا تستغرب، لا تستغرب في بلد يقوده ميليشيات، فرئيس الوزراء العراقي هو نفس هذا الشخص ووزير الداخليه هو قاسم العرج معروف، لا تستغرب اي شيء بالعراق مع الاسف يعني. نعم. وتحية لك يا عمر وتحية كل كادر القناة. من السعودية كان معنا. التعليقات يقول حول هذا الموضوع، أبرز التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول والله مع الأسف هيش حثالات يلزمون مناصب. أحمد رعد يقول يلزمون مناصب ويصير عندهم سلطة على الفقير. يعني بس أريد أسأل اللي يقولون هسه أحسن من قبل بشنو أحسن؟ ما تفهموني. مع الأسف هيش حل العراق، بس هي هاي الوضعية اللي يريدوها المرتزقة، ناس تاكل ناس، وزير الداخلية نايم. إلك الله يا عراق. نورة الطائي تقول عزيزي هو وزير الداخلية منتمي إلى بدر، تترجى منا وتجي تناجده، صدق تحكي تتساءل. وقوات السوات اللي تضرب المتظاهرين هم تابعة للداخلية؟ إذا البدر هم متظاهرين ضربوهم هم عداوات شخصية؟ المني ناشد وزير الداخلية اللي هو أكبر مجرم كما تقول، صدق ضحكت. آخر يقول دمج، والله دمج، ويجي واحد يقول لك لا تحكي وأسكت، عمي البلد والله واقف على شعراية، يرادلنا معجزة. إذا نقيب يسوي هيك الدولة وينها من مسألة الدق والعشائر؟ ليش ما تسوي قانون تنهي هذا الموضوع؟ هاي أبرز الرسائل أو التعليقات، وراح نجي عليها تباعا إذا يعني عندنا وقت. رسالة تم إرسالها إلى قناة الرافدين حول هذا الموضوع. السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين، أستاذ هاي حكومة عصابات ما يريدون أي أحد يتعارض بيهم، ومستعدين يضربون الشعب كيمياوي إذا تعرضت مصالحهم للتهديد. أستاذ بالنسبة لهذا الضابط تصرف هيش، لأن جيرانه ناس فقراء وما يريدون شر، بس تقبل الله لو بالجنوب مجتمع شاعري كان سحله من شواربه. والله يقول آخر يقول أخي عمر هسه الضابط ظالم ناس وماخذ بخاشيش طلع عليه ظلم الناس. يقول نرجع إلى موضوع المظاهرات، البارحة طلعت مظاهرات واسعة في العراق، في العاصمة بغداد، في في المحافظات العراقية، يعني عدد من المتظاهرين أصيبوا بجروح متفاوتة بعد استخدام القوات الأمنية القوة لتفريقهم في ساحة التحرير وسط بغداد. طبعا احتشد المتظاهرون في ساحة التحرير ضمن احتجاجات عارمة ضد فساد الحكومة والأحزاب السياسية وسط إجراءات أمنية مشددة. المتظاهرون هتفوا
ضد الفساد الحكومي الذي تفشى في جميع قطاعات الحياة في العراق، وهو ما أدى لتدهور الخدمات الأساسية للمواطن. طبعا القوات الأمنية قامت بإغلاق جسري الجمهورية والسنك بهدف محاصرة المتظاهرين ومنعهم من التقدم، وانطلقت تظاهرات الشعبية في جنوب ووسط العراق ضد الحكومة وأحزاب العملية السياسية الفاسدة تحت عنوان جمعة الحقوق، وترافق مع هذه التظاهرات إجراءات أمنية مشددة. خلونا نأخذ المقطع الأول حول هذه التظاهرات. بس جازك جازك آسيات الو نعم، مظاهرات وإصابات، وشفنا يعني المسعفين يقومون بإسعاف المصابين من المتظاهرين. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. حيا حضرتك وقناة الرافدين وكل السادة المحترم. حياك الله أستاذ عمر، بس إذا تسمح لي 3 دقائق مو أكثر. فضل. الله يخليك. يعني أريد أقول بالنسبة لهذا الضابط، نعم، هي هاي الديمقراطية اللي جابوها الشعب؟ يعني جابوا وين ماكو إنسان طاقص وحطوا على كتوفه كم نجمة وسلموا سلاح المفروض يدافع به عن الشعب، لكن صار يستعمله الإرهاب وتهديد المواطنين. وأستاذ عمر، يعني من شاكلة هذا هواية موجودين سواء بالتهديد أو الاستغلال. خلي يطلع يشوف السيد وزير الداخلية العراقي المولد الإيراني الانتماء بخصوص هذا اللي يسمي نفسه ضابط بالشرطة. خلي يطلع عندنا ونشوف ايش راح يسوي، وخلي يطلع الجولات ليلية مفاجئة المراكز ومديريات الشرطة وخصوصا بالليل، ويشوف شلون الضباط يستغلون الناس ويستغلون اي مواطن يصير عنده مشكلة حتى لو كانت يعني مشكلة بسيطة. يعني من واحد يصير عنده مشكلة أستاذ عمر أو لأحد أولاده أو أقاربه، شلون تجي مجموعة من المفوضين ويأخذوه على صفحة ويساوموه بدفع مبلغ، طبعا هم يحددون المبلغ حتى يغلقون الدعوة عدا اللي بباب النظام اللي ما يدخلون واحد المركز الشرطة إذا ما يتبع لهم المقدوم. هي هاي الشرطة العراقية اللي مسؤول عنها هذا وزير الداخلية قاسم الأعرجي، مع الأسف والله وصل الحال. وين كنا نشوف هاي الشغلات أستاذ عمر قبل زمن نظام صدام حسين؟ وين كنا نشوفه يطلع ضابط يستعمل سلاح ويرمي على المواطنين وعلى ناس فقرة ما لا حول ولا قوة لهم، ويطلع لي واحد يقول لك والله إحنا خلصنا من ذاك النظام وجانا هذا النظام ديمقراطي؟ مع الأسف والله. أما يعني بخصوص المظاهرات أستاذ عمر، يعني لما تطلب المرجعية بتشكيل يعني إسراع تشكيل الحكومة الجديدة ويطالبوهم بتلبية مطالب الشعب وأن تكون حكومة نزيهة تراعي مصلحة الشعب، وهم يعرفون بأن حتى لو تشكلت الحكومة راح يبقى نفس الوزراء بالسلطة، مجرد يتحول هذا الوزير من هاي الوزارة إلى ذيك الوزارة. يعني هذا شنو معناه؟ وليش ما تطرقت المرجعية للانتهاكات اللي تقوم بها الميليشيات ضد المتظاهرين وتقولهم كافي انتهاك وقتل وخطف وتعذيب ومطالبتهم بتسليم أسلحتهم للدولة؟ يعني حسب ما يقولون أكو دولة وحكومة هي المسؤولة عن حماية الشعب، لو هم مرتاحين لكل ما تقوم به هاي الميليشيات. نعم. وهسه يطالبون بتلبية مطالب الشعب وهم يعرفون بأن الحكومة من 2003 إلى هسه ما قدمت أي شيء للعراق. ليش ما يسألوهم وين تروح واردات النفط العراقي اللي وصلت إلى أكثر من 260 مليون دولار باليوم، يعني ما يقارب 8 مليارات دولار بالشهر؟ من اللي يقدمون للعراق بهذا المبلغ الضخم لو وزعوها على الكتل السياسية والأحزاب المجرمة والبرلمانيين وجماعة رفحاء؟ بعدين شنو موقف المرجعية من تدخلات إيران بالشأن العراقي وهم يشوفون شلون المتظاهرين ينددون بتدخلات قاسم السليماني وإيران لو ما يردون يطرقون لأسيادهم؟ والله كافي ضحك على هذا الشعب أستاذ عمر، كافي. يعني وصلوا المواطن إلى درجة أن يكره بلده ويتركها ويهاجر، أي إذا ما هجروا بالقوة. واحنا قلناها ونكررها استاذ عمر،
يعني الشعب وخصوصا المتظاهرين ان ما يلتفتون لاي جهه مهما كانت، يعني سواء كانت دينيه او سياسيه، لان مهما يوعدوهم به ما راح يتحقق، واذا تحقق فهو الى فتره محدوده. نعم. كل الخدمات معدومه من بدايه تسلط هاي الزمره الفاسده على مقدرات الشعب الى الان. يعني لاحظ حضرتك لوين وصل فيهم الاستخفاف بالشعب. يعني الكويت ترسل مولدات كهربائيه مساعده منها، والحكومه ما تسمح بدخولها الا اذا تدفع الحكومه الكويتيه الرسوم الجمركيه لهاي المولدات. يعني مثل ما يقولون لا يرحمون ولا يخلون رحمه الله تنزل. يعني واقول بالاخير نهايه اقول المرجعيه سكتت سكتت سكتت، ومثل ما يقولون سكتت دهرا ونطقت كفرا مع الاسف والله العظيم. نعم، أبو ناصر من تركيا كان معنا. رسالة وصلت إلى قناة الرافدين حول موضوع الضابط، يقول السلام عليكم، هذا الضابط أكيد مختل، ولكن هذا مسنود من الميليشيات والدولة والعصابات وليس دولة سليمة. أبو يحيى من ديالة، تفضل أبو يحيى. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. سلامي على المتصلين على قناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بك. قناة الرافدين. اهلا وسهلا اخويا استاذ عمر. اخويا استاذ عمر، هالمظاهره اذا ما يسوون صوره حال الشعب العراقي والله بعد ما له كل 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 يعني حجمه هذا نهائيا قد يعني ينتهي الشعب العراقي. العراق ينتهي اذا هالمظاهره تتوقف عن المظاهره وما تسوي صوره حال مجدي على هاي الحكومه الباطلة الموجية اللي جت جابت الشعب، اللي دمرت الشعب، دمرتها كل المؤسسات، دمرتها واحنا نعمر واحنا نسوي احنا. والله يا استاذ عمر، والله خلي يسمع الشعب العراقي من صوتي اذا المظاهره ما حلت مشكلتها بيدها، والله بعد مصر العراق ونهائيا ما يليس العراق، والعراق يدمر بيدها دول الانذال. والله مو وادم، والله يا اخي العزيز مو وادم هذولا، والله دمرونا، والله دمرونا، والله يا اخي والله يعني ما ادري الشعب العراقي وينكم ايش بيكم؟ والله ايش بيكم شعب العراقي؟ لك عم يقوموا لا تقفوا، واحد يجي يقول لكم وظائف وما ادري شنو وتعديل وتحسين، بالقران ماكو. والأنزل القرآن ماكو، والأنزل القرآن كله إيران، تدميرنا إيران، تدميرنا إيران، مسلمين حياهم بين إيران وجاد يضحكون على الشعب العراقي، كشمر كشمرون، والله جاد يضحكون على الشعب العراقي والله. والله يا عمي هاي المدن، هاي المدن البصرة والناصرية والواسط وديالة والمحافظات كلها. دمروا السنة، محاورة السنة، دمروا محاورات الجنوب. عمي يزي والله شعب العراقي من أحب روسكم، كل شهيد ألف راح مع الروح مع المظاهرة، كل شهيد والله. نعم أبو يحيى، شكرا. أبو يحيى من ديالة كان معنا. قبل الفاصل نقرأ تعليقين على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع الضابط. إيهاب كريم يشرح هذا الموضوع، يقول هذا الشخص اليوم قام بالاعتداء على ناس عزل ذنبهم بأن أبوهم، يقول هو بحسب إيهاب كريم، يقول أبوهم مدير مشروع في وزارة النفط وقوة مروة، تعال انطيني فصل. يعني أتاوى الرجل توجه للدولة والدولة ما شكتها كما يقول، وتمادى ضابط الشرطة أكثر وقام بالاعتداء عليهم وفلش سياراتهم نوع سنتافي ذكرها وسورانتو وكيا سول، وقوة تعال لو تعطيني فلوس لو أطلع جنازة من البيت، هي دولتنا، هاي دولتنا، ويقول لك قانون، يا قانون السائل. أخرى تقول إذا ابن يشوف أبوه هيك يسوي علمود عركة بسيطة بين جهال، شون جيل راح يطلع؟ إذا هذا المولود متربي بزمن العاب والحرام والجيرة وهيش يتصرف، الله يستر على جهاننا ويعينهم على عيشتهم بهذا البلد اللي صارت الغابة بالنسبة إلى سلام وهدوء. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد. البارحة المتظاهرون في ساحة التحرير رددوا هتافات ضد العملية السياسية وضد الأحزاب السياسية. خلونا نشوف ونسمع. نعم، المركز العراقي لدعم حرية التعبير قال بأن منع المتظاهرين من دخول ساحة التحرير محاولة غير مقبولة لقمع الاحتجاجات السلمية. أضاف المركز في بيان له بأن الممارسات التي استخدمتها القوات الحكومية لمنع المواطنين من التظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد ومنع دخول سيارات البث المباشر للقنوات التلفزيونية لتغطية تلك الاحتجاجات هي محاولة غير مقبولة لقمع الاحتجاجات السلمية. أضاف المركز بأن الممارسات الحكومية لقمع المتظاهرين هي عقبة في طريق الاستماع لمطالب المواطنين، تنذر بسابقة خطيرة يقلق منها كثيرون من مناصري الديمقراطية. هذا ما جاء ببيان للمركز العراقي لدعم حرية التعبير. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجعل في ميزان حسناتكم، الله يحفظكم. آمين، شكرا. الله يعلي شأنكم، الله يستر عليكم. أحب أوجه تحياتي إليك ولا هيئة علماء المسلمين وإلى ابن العراق البار، بالخصوص مسمى حارث الضاري، الله يحفظكم جميعا. طبعا هالأيام تأثير قناتكم المباركة على كل العراقيين، وبيناتنا احنا نحكي هيجي قالت هيجي قالت، ووضحت للشعب العراقي وهواية يعني جهدكم أثمر والله وبدون مجاملة، والناس قاعدة تتناقل وعرفوا يعني حقائق ما لم يعرفوها من قبل. عمي عمر، هاي الدولة هي أصابة، هي شو تشكلت؟ نعم، استقواء أمريكي إيراني. أنا بسأل سؤال، أسأل سؤال، هل يستطيع عراقي أن يشتكي على تفاصيل من الفصائل اللي هي 82 فصيل كلنا مسلح، كل قائد من دولة وأغلبيها ما ندر ما عنده لو حزب من تشعية أو فصيل، وحتى المرجعية عندها جند المرجعية، عندها جند الروضة الحيدرية، عندها جند الروضة العباسية، عندها جند الروضة الحسينية، عندها جند الروضة الكاظمية، يعني حتى المرجعية عندها جنود تدافع عنها وهي مشتركة بالدولة. والبحر يعني ترى من يفكر انه مع احتراماتي كلمة يفكر كل مرة يفكر انه المرجعية تدعم المتظاهرين، لا، خلت اذا واحد دقيق خلت بها واي ابنه، يعني نفس الدولة بالضبط، يعني هم نفس الدولة. انا ارد اسأل العراقيين، يعني انا كعراقي انا شيعي ارد افتخر، ارد افتخر اقول والله هاي الدولة شيعي ارد افتخر، شنو دواعي الفخر؟ ايش سوت لي؟ يعني والله خلتني 20 او 50 مليون روح مليار مسلم يروح يمشي الى كربلاء، انا احترم الراي واحترم المذهب وعلى عيني وراسي، شو تطورنا؟ شو تقدمنا؟ ايش سوينا؟ هاي اخلاق بابو عمي عمر. انا كنت مطار بغداد الدولي اكو فتشاب ويا بنيه زوجته اختها على كل حال عرضه. مصطلحنا حماسه شمال تقول مع احتراماتي ما سامعكم كلمة. كتلو بربو كتلو ظل حتى داسه وعلى راسه بالقندره بمجرد عرفان من ذيك المنطقه وهاي المنطقه هي استقوائيه. يعني هو هاي بالمطار يعني باي مطار ابو علي؟ هاي بالمطار لو وين صارت الحادثه؟ والله بنص المطار، بنص المطار بغداد. نعم، مطار بغداد. يعارضون ناموس العالم، يعني انت من الطب انا تقريبا يعني بستقبل 10 مرات 20 مرة أروح من مطار بغداد وأجي، يعني والله والله من توتال أولا أخذ فلوسك هيجي على أي وجه هيجي، وبعدين ما محترم، تحس أنت طابق بمركز ومتهم قدام العالم وقدام زوجته وقدام العالم. كتلو مددوه بالقاع. شنو السبب كان في وقتها؟ شنو هي بطاطنا؟ شنو السبب؟ يروح على البريد يبكي لي
انت يعني اذا عدنا دوله انت شوف شلون اكو سبب ابو علي؟ شنو الحجه؟ شنو السبب ضربه؟ تسمعني ابو علي؟ شنو كان السبب او الحجه بضرب هذا الشخص؟ والله انا قدامي يعني بنيه حلوه الله يسهل عرب العالم هي زعلمها. يعني استعراض عضلات يعني؟ اي والله يعني بالله العظيم الناس قامت تمشي على حاله. انا دخلت التلفون ولو ما خلى صالحك لو ما عندي عرف حسب المطار انا عندي عرف يمكن هم قتلوني وانا هم كانت ويا عائلتي في كل مكان. هاي الواجهه المطار اللي وجه العراق ابو علي طيارين بلجوا على ارتفاع 37 الف قدم تعاركوا على المدوجبه رادت توقع الطياره قبل 3 ايام. عمي عمر هاي انتم ما شاء الله جدتوا واحسنتوا بهذا الشيء. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم الو اسمعك ابو علي. شو السبب؟ السبب الدولة ضعيفة يعني كل إنسان هو مو يجي المطار بيسجن كلش كبير. نعم هو المطار سجن هو بس تحكي أنت هو تصدق من المخدرات تصدق من الرذيلة. يعني اليوم أفضل شيء عندنا مثل واجهة العراق المطار هو ما هو الفساد والزين والاحتقار والرشوة. يعني ماكو مكان انت تشوف كل مكان وتجي تحكي المرجعية وتقول وتقانم. ترى اذا واحد ما يهتم على شعبه وما يمكن بشعبه انت ترى ما تفيدك اي دولة يا عراقي. واستمر واستمر انا ما اقدر اقول لك انت هي مصيبة تشيل السلاح مقابل السلاح اللي يجي بيت العراق تبقى ماكو غير تبقى ماكو غير صبار واحنا نشد على ايديكم وندعي لكم بالتوفيق والله ينصر العراقيين وينصر المظلومين. وانا اشكرك عمي سامحني طلعت عليك. شكرا ابو علي من كربلاء كان معنا. قوات مكافحة الشباب يوم أمس ألقت القنابل الغازية على المتظاهرين في مدينة الناصرية في محافظة ذي قاء. طبعا مشاهد مصورة أظهرت قيام قوات مكافحة الشغب بالاعتداء على المتظاهرين. خلونا نشوف هذا المقطع. طبعا كذلك والد المتظاهر علي المرعبي العذاري الذي قتل بمظاهرات النجف قال والد الشهيد قال بأن التظاهرات ستستمر حتى تحقق أهدافها ولو اضطر العراق لتقديم الملايين من أبناء. خلونا نسمع هذا المقطع. هذا بعضي بحليبك ببناتك بستر مرتك هذا بعثي هذا برقبتك 50 شهيد برقبتك 50 وراح نطي 500 وراح نطي 5000 وراح نطي 5 ملايين ونطعكم بالكلاله. هذا والد المتظاهر علي المرعب العذاري الذي قتل في محافظة النجف. في البصرة كذلك تجددت المظاهرات يوم أمس. يعني أهالي البصرة تظاهروا أمام مجلس محافظة البصرة ضد العملية السياسية والأحزاب الحاكمة. رفع المتظاهرون لافتات تعبر عن استمرار التظاهرات والاعتصامات حتى تنفيذ جميع مطالبهم. خلونا نشوف هذا المقتطف. كذلك لقطات مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خروج مظاهرات في ساحة العشرين وسط محافظة النجف. طبعا كذلك المتظاهرون رددوا هتافات
ضد العملية السياسية، ضد الأحزاب الحاكمة، ضد الفساد في هذه الحكومة. خلونا نشوف هذا المقطع من محافظة النجف. هاي في النجف، في بابل كذلك تظاهر أهالي مدينة الحلة في محافظة بابل ضد العملية السياسية والأحزاب الحاكمة. طبعا المتظاهرون طالبوا بإسقاط الأحزاب الحاكمة وفضح ملفات الفساد وكشف الأرصدة المالية وأعضائها، منددين طبعا في الوقت نفسه باستعانة الحكومة بالدول الإقليمية لقمع التظاهرات والنيل من كرامة العراقيين على حد وصف المتظاهرين. خلونا نشوف مظاهرات بابل. وشعبه يسبح بالدم والفقر ويركبه اليأس، وآخرها تستعينون بالدول الإقليمية للنيل من كرامة العراقيين. فعليه أحزاب السلطة هي غير شرعية، وقادة هذه الأحزاب قالوا نحن فشلنا. لا وألف لا، لا وألف كلا، الشعب يريد محاسبتكم على كل أعمالكم القذرة وفسادكم وكشف. مظاهرات في مدينة العمارة بمحافظة ميسان كذلك تجددت. خرج المتظاهرون منددين بالفساد في العملية السياسية وطالبوا بتحسين الخدمات في المحافظة. خلونا نشوف مظاهرات مدينة العمارة. نعم، معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أستاذ أنا أتوقع أنه أو أبدأ أشوف أنه العراق هو عبارة عن سوق مريدي. نعم. يعني هنا نشوف يعني الشعب وممتلكات وثروات الشعب هي السلع الموجودة في هذا السوق. طبعا الحكومة العراقية قامت بعملية انه بيع الوزارات للشخصيات اللي موجودة ورؤساء الأحزاب. المعتقلين، مساومة المعتقلين ودفع الأموال في سبيل إطلاق سراحهم، كلها دفاتر. التجاوزات الحكومية والأحزاب على ممتلكات الشعب وأخذ أراضيهم وبيوتهم وتهجيرهم وأقصهم عن العراق. نشوف أنه هنا أمريكا، العفو، إيران والحكومة العراقية ينتظرون موافقة أمريكا لانتخاب السيد هادي العامري. نعم. يعني هاي إيران اللي كانت تهتف الموت لأمريكا وإسرائيل هي هسه تنتظر موافقة أمريكا على الانتخاب. العبادي يقوم بعملية بيع حقول النفط إلى الكويت وأخذ الأموال من أجل إعمار وإسكات الشعب العراقي. العبادي قام بعملية وضع 6 مليارات علماً بأنه هي الحكومة حكومة تصريف ولا يمكن التصرف في ثروات البلاد. وإحدى الأحزاب أعتقد ماجدة التميمي قالت أنه موجودة 7 مليارات موجودة بالخزينة. وين صارت هاي المليارات؟ احنا نريد نشوف المليارات. المظاهرات اذا استمرت سلميا فهاي ما تخدم الشعب، يجب ان تكون يعني موقف كامل من قبل كل المظاهرات في الحكومه بالعراق كله يتوجهون الى المنطقه الخضراء.
إذا ما يتم شلع وقلع هذه الحكومة ما رح يصير أي تغيير. عندنا رجال الدين قاموا بعملية تسميم الأفكار العراقية، وإلى حد الآن يقومون بعملية الظهور على القدمات من أجل استخدام اسم فاطمة الزهراء عليها السلام والاسم الإمام علي والحسين عليهم السلام لإثارة النعرات الطائفية، وإلى الآن بحيث أنه المفروض هذه القدمات هي تبدل مسارها من نعرات طائفية إلى توحيد الشعب العراقي، فهذا ما شفناه. نعم. كل المحافظات الجنوبية أصبحت فقيرة، وهم الحكومة قاموا بعمليات إنها جعلها فقيرة حتى يبقوا منها قائمة إذا حسوا هم بخطر لهم. فلهذا نشوف المتظاهرين يعني وضعيتهم بائسة، الحر كتلهم الله يساعدهم، الشهداء اللي انقوهم في سبيل الوطن أو في سبيل تحقيق الحق، يعني وين هذا؟ يعني هذا ما يخدمنا احنا. المظاهرات اذا تستمر فلازم اكو موقف حازم لهذه المظاهرات، وان تكون قياده قويه حتى اكثر امل الشعب العراقي الى تحقيق ما يصلوا اليه. فلهذا احنا هسه اعتقد شمال العراق طبعا مشتت ومبعثر، المحافظات العراقيه الغربيه والشماليه مبعثره، الفقر قاتلهم، الجوع قاتلهم، فهذا ترى مو حل. احنا حلنا انه كليتنا نطلع كشعب واحد يصلوا الى تحقيق هدف العراق والتخلص من الزمره الحاكمه وابعاد ايران عن التدخلات والدول الاخرى عن التدخلات العراقيه. وتحياتي لكم. شكرا ام عبد الله من بغداد. نقرأ رسائل الواتساب، يقول يا أخي أقسم بالله هيش بشر حرامات عايش كما يقول، لأن هذا دمار المجتمع، إذا ابنه يطيء العتاد لعد من راح يكبر ايش راح يسوي؟ تحياتي لكم. رسالة السلام عليكم أخي عمر، بالنسبة لهذا الضابط مو إنسان طبيعي، المفروض هي الشرطة في خدمة الشعب، لكن احنا نشوف العكس. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول تحية لك أستاذ عمر ولقناة الرافدين. إذا كانت كل الحكومة والمعممين والسياسيين والبرلمانيين مجرمين وفاسدين، فماذا نتوقع من هكذا ضباط حثالة؟ الشعب تقوده العمامة والبلد الذي تقوده العمامة مصير القمامة كما يقول. نعم، معنا اتصال محمد من السعودية، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الرحمة للشهداء. آمين. ألو. أسمعك. أنا عندي اقتراح. تفضل محمد. أسمعك محمد وعليكم السلام. أنا أبغى بعض المتظاهرين. نعم. ألو. محمد أسمعك، استمر. يتوجهون للمنطقة الخضراء هذه فيها كلها. كلهم فيها يقفون عليهم في منطقة خضراء خلاص ما يبقى أحد منهم، يهاجمون عليهم آخر الليل. نعم. المنطقة الخضراء هي هم جميع المجموعة كلهم فيها. نعم. لازم يهاجمون المنطقة الخضراء ويتخلصون منهم. نعم. بس هذا اقتراحي. نعم محمد من السعودية، شكرا لك. قبل الختام نعود للتنويه بأن قناة الرافدين، بث قناة الرافدين تعرض إلى التشويش بتداخل صوتي من قبل إذاعة عراقية، وقام شركة النايلسات بالتغلب على هذه المشكلة وعاد البث بشكله الطبيعي. ولمشاهدي القناة الكرام، لمن لا يعمل لديهم التردد الحالي أو ما زال عليه التشويش، اتباع ما يلي. أولا، حذف القناة من لائحة القنوات، إعادة بحث نفس التردد 12380 أفقي، وستعمل لديه القناة بشكل طبيعي صورة وصوتا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، نلقاكم يوم غد إن شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.